يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى الإشراق ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة أو عمرة تامة، هل هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحصل هذا الثواب للمرأة إذا فعلته في بيتها أم لا بد أن تكون في المسجد؟ الحديث لا يخلو من مقال، ولكنه في فضائل الأعمال يحتج به في فضائل الأعمال، والمسلم يرجو ثواب الله، يحرص على الثواب والعبادة. وأما المرأة فلا يحصل لها هذا لأنها ليست في المسجد، فلا يجلس في المسجد. نعم.